السلام عليكم مشاهدي قناة فوائد الكرام، أهلا وسهلا بالجميع. تعرف على شيء سيصيبك بالصدمة، تتناوله يوميا يدمر الدماغ والذاكرة. شاهد ما يفعله بجسمك. بالتأكيد الكثير منكم قد عرف ما هو هذا الشيء، مع أن أغلبكم قد يحبون طعمه، إلا أنكم تجهلون أضراره الكثيرة على الصحة، إذ يؤكد الكثير من العلماء أنه سم متنكر يغريك حتى تدمنه، مسببا لك أمراض كثيرة قد لا تتخيلها. نعم عزيزي المشاهد، السكر هو أخطر مما نتوقع، فالسكر لا يوجد فقط في الحلويات أو المأكولات والمشروبات حلوة المذاق، بل في عشرات آلاف المنتجات الغذائية الأخرى. هل تعلم أن السكر مكافأة طبيعية للجسم؟ في علم الأعصاب يعتبر كل الطعام مكافأة طبيعية للجسم من أجل البقاء. وهل تعلم لماذا تأخذ قطعة أخرى من الحلوى؟ بالتأكيد ليس لأنها لذيذة جدا، إن أغلبنا يحب الحلوى، والتوقف عن تناول الأطعمة الغنية بالسكريات إنه أمر صعب للغاية للكثير منا، ويعتبر الطعام مكافأة للجسم على مدار اليوم، وخاصة السكر والحلويات، ولكن إفراز هرمون الدوبامين وهو هرمون المتعة الذي يشعرك بالحاجة لتناول السكريات مرة أخرى. ولكن ليس كل الطعام الذي نتناوله هو المفيد، وهناك مواد ضارة وفي ظاهرها جميلة. المقدار الآمن من السكر. توصي جمعية القلب الأمريكية بعدم تناول أكثر من 6 ملاعق شاي بما يعادل 25 جراما من السكر المضاف يوميا للنساء، وما لا يزيد عن 9 ملاعق شاي حوالي 36 جراما للرجال، ولكن المعدل الشائع تناوله هو 22 ملعقة شاي في اليوم بما يساوي 88 جراما، وقابل للزيادة بسهولة. وللعلم فإن علبة واحدة من مشروب غازي تحتوي على 10 ملاعق صغيرة من السكر بدون فائدة غذائية، وتكون النتيجة بالتالي فوضى في الجسم وتوتر زائد، يمكن أن يسبب العديد من الأمراض الجسدية والعقلية. عندما تكثر تحذيرات الأطباء من زيادة السكر في طعامنا، فما السكر الذي نتكلم عنه وما أضراره وكيف يمكننا أن نتفاداها؟ يمكن أن نقول إن السكر كالكوليسترول له صنفان، الصنف الجيد للصحة والصنف السيء الضار للصحة. أما الأول الجيد فنجده في الأطعمة الطبيعية كالفاكهة، ويسمى سكر الفواكه فركتوز والحليب لاكتوز. وهذه الأطعمة الطبيعية يشترك فيها تواجد السكر مع البروتينات والصحف الأساسية والفيتامينات والمعادن والألياف، وكلها من أساسيات الغذاء الصحي، ولا نحصل منها إلا على الفائدة إن نحن تناولناها باعتدال. وأما الثاني الضار فهو ما يدعى بالسكر المكرر سكروز، وهو ما يضاف إلى الحلويات ومشروبات الصودا ومشروبات الفواكه المصنعة والآيس كريم والمنكهات بما فيها الكاتش أب. والسكر لا يوجد في الأطعمة الحلوة فحسب، بل يدخل في تحضير الكثير من الأطعمة مثل الأجبان القابلة للدهن ومنكهات السلطة والنقانق وصلصة الشواء، وكذلك يوجد في الأطعمة الجاهزة بما فيها الخبز واللحوم المعلبة، وغالبا ما يصنع من قصب السكر. والسكر المكرر خال من أي عناصر غذائية مفيدة، ولذلك تدعى الطاقة التي يمنحها بالحراريات الفارغة، ولا يأتينا منه إلا الضرر. وأضرار السكر تكاد لا تحصى، ويقوم بالمساهمة في كل أنواع الأمراض، وهنا سوف نتحدث عن أكثر الأسباب المثيرة للقلق والتي قد تجعلك تفكر في تجنب إضافة السكر، فهو مثل الطاعون. ما هي أضرار السكر المكرر؟ يرهق الكبد. السكروز الذي يتكون منه يحول في الجسم إلى الجلوكوز الذي يستهلكه الجسم ويصنعه بسهولة، والفركتوز الذي لا يمكن هضمه إلا في الكبد الذي يخزنه على شكل جلوكوجين، فإذا تناولنا الكثير منه ولم يتح صرفه بالجهد العضلي الكافي، أدى ذلك مع مرور الزمن إلى فرض عبئا كبيرا على الكبد، وقد يتسبب في العديد من أمراض الكبد، وربما يصل الأمر إلى تشمع الكبد. ومن دلائل هذه الأمراض الشعور بالانتفاخ والتبرم بعد الأكل وعدم القدرة على إنقاص الوزن. ويستهلك الفركتوز اليوم بشكل واسع على شكل عصير الذرة المركز. السكر يؤثر على الهرمونات وعلى الدماغ أيضا. من العجيب أن السكر لديه آثار فريدة من نوعها أكثر من البلبلة التي حدثت بخصوص الدهون وآثارها. فالأطعمة المختلفة يمكن أن يكون لها تأثيرات مختلفة أيضا على أدمغتنا، وخاصة على الهرمونات التي تتحكم في تناول الطعام. والطب الحديث أثبت أن مرض السكري وكذلك البدانة سببان رئيسيان لتدهور القدرات المعرفية والإدراكية، وبالذات الإصابة بالخرف. وهذا ما يفسر إصرار المتخصصين على ضرورة وأهمية ممارسة رياضة لدرء مخاطر السكري والبدانة يصيب مستهلكيه بالإدمان. يقول العلماء إن إدمان السكر ليس مجرد تعبير أو اصطلاح خيالي، بل هو حقيقة واقعة،
فاستهلاك السكر يجب التعامل معه كما لو كان مادة تطلق في الجسم مواد إفيونية، بالإضافة إلى النقل العصبي المسمى دوبامين، مما يعني أن استهلاك كمية زائدة من سكر المائدة يدفع الدماغ إلى إنتاج كمية من المواد الإفيونية الطبيعية، وهي المفتاح المؤدي إلى الإصابة بالإدمان، لأن الدماغ يتصرف في هذه الحالة كما لو حقن بالمورفين. يفاقم من ظاهرة الالتهاب. السكر المكرر وراء الكثير من الأمراض والشكاوى الشائعة مثل الصداع وحب الشباب والألم العضلية والمفصلية والطفح الجلدي، إضافة للأمراض المزمنة المسؤولة عن معظم الوفيات، وأهمها أمراض القلب والأوعية والسكري والأمراض السرطانية. يزيد من احتمالات انتشار الخلايا السرطانية. تدور النقاشات بشكل متزايد مؤخرا حول علاقة السكر بمرض السرطان، إلا أن الدراسات الحديثة لم تظهر وجود أي ارتباط وثيق بين استهلاك العالي للسكر والسرطان، إلا أن مرض السرطان معروف بقدرته العالية على التحكم باستقلاب السكر، وارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي إلى زيادة إنتاج الأنسولين، وبالتالي زيادة عامل النمو الذي يرتبط بدوره في انتشار الخلايا السرطانية، يرفع من مقاومة الأنسولين. إن ارتفاع تركيز الأنسولين في الدم بشكل متكرر بهدف هضم السكر يؤدي مع مرور الزمن لارتفاع مقاومة الأنسولين في الجسم، وهذا من شأنه وقوع المرء في واحد أو أكثر من الأمراض الخطرة، وأهمها السكري والبدانة ومرض القلب. ارتفاع ضغط الدم. يقع اللوم في العادة على الملح عندما يذكر ارتفاع ضغط الدم، لكن بعض الباحثين يقولون إن بلورة بيضاء أخرى وهي السكر ربما تكون أكثر مدعاة للقلق، ويعتقد الباحثون أن السكر يرفع ضغط الدم عن طريق رفع مستويات الأنسولين الذي يمكن أن يجعل الأوعية الدموية أقل مرونة ويؤدي إلى احتفاظ الكليتين بالماء والصوديوم. يؤدي إلى الإصابة بالنقرس. يصيب تناول الكثير من اللحوم الحمراء والفركتوز بالالتهاب المفصلي المؤلم النقرس، فعندما يتكسر الفركتوز في الجسم فإنه يطلق مادة كيميائية تؤدي إلى تراكم حمض اليوريك في الدم، والذي بدوره يتشكل في شكل بلورات خشنة في أصبع القدم الكبير وفي الركبة والمفاصل الأخرى. يؤدي إلى تكون حصى الكلى. يصاب الإنسان بحصى الكلى عندما تتحول الرواسب في البول إلى بلورات صلبة، ويمكن للجسم أن يفرز بعض حصى الكلى بدون ألم، ولكن بعض الحصى يمكن أن يلتصق بجدران الكلى أو في المسالك البولية، ويمكن لقدر مفرط من الفركتوز الناتج عن سكر المائدة أو شراب الذرة أو الوجبات الجاهزة أن يتسبب في حصى الكلى. يثبط الطاقة. السكر المكرر يرفع تركيز هرمون الأنسولين في الدم بسرعة، ما يعرض صاحبه للجوع والتوتر، ويحد من نشاطه، ويؤهبه للخمول والرغبة في النوم، ويخفض من اندفاعه نحو الرياضة، ويحدد مشهيته للجنس. يخرب الأسنان، لأنه يوفر غذاء سهلا للجراثيم والبكتيريا التي تقبع في الفم، ما يجعلها تتكاثر وتسبب نخر الأسنان والتهاب اللثة. يرفع الكوليسترول والشحوم وحمض البول في الدم. تتجه أنظار أخصائي تغذية اليوم إلى السكر بدلا من الشحوم كأول وأهم سبب لارتفاع الكوليسترول السيء والشحوم الثلاثية في الدم. وكما هو معروف يشكل ارتفاع الكوليسترول واحدة من الأسباب الأساسية لأمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. يؤدي للبدانة. الفركتوز الذي يتحرر من هضم السكروز لا يثبط هرمون الشبع كما يفعل الجلوكوز من جهة، وارتفاع مقاومة الأنسولين تؤهب من نفسها للبدانة من جهة أخرى، وتظهر أثار هذه المشكلة الصحية العالمية والتي تتأتى عنها مختلف الأمراض خاصة في الأطفال. العدو الأول لحركة الأمعاء. استهلاك السكر هو العدو الأول لحركة الأمعاء، حيث يتسبب في العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، أهمها زيادة حمضية الوسط المعدي وسوء الهضم والامتصاص وسوء هضم البروتينات. السكر يعجل في ظهور علامات التقدم في السن. من المعروف أن الأصناف السكرية ترتبط بعلاقة وثيقة بالأورام والالتهابات أيضا، كما أن استهلاك السكر على اختلاف أنواعه وأسمائه يؤدي إلى إنتاج أنزيمات تعمل على تفتيت الكولاجين في الجلد والتسبب بظهور التجاعيد والترهلات. السكر أحد الأسباب الرئيسية لنقص المناعة. المعروف عن السكر أنه مثبط للمناعة، وهذا أمر مخيف انطلاقا من واقع أن قدرتنا على التحمل ومكافحة كل الأمراض من الرشح البسيط إلى الإيدز تتوقف على سلامة جهاز المناعة وصحته، ومهما كان شكل السكر المكرر أو نوعه فهو يشل عمل جهاز المناعة بعدة طرق. ثبت أنه يعطل قدرة الكريات البيضاء في الدم على القضاء على الجراثيم لمدة 5 ساعات. يحد من تكوين أجسام مضادة للبكتيريا والبروتينات التي ترتبط بها والتي تعطل عمل الأجسام الغريبة الوافدة إلى الجسم. يؤثر في نقل فيتامين سي الذي يشكل واحدة من أهم المواد الغذائية المعززة لجهاز المناعة. والآن اتخذوا قراركم،
بعد معرفة هذه الأضرار، يبدو أن علينا مراجعة نظامنا الغذائي، لا سيما الكميات الزائدة من السكر الذي نتناوله يومياً، والذي بات يشكل عنصراً مهماً بعد كل وجبة رئيسية، بل وحتى يستهلك كوجبة أساسية عند بعض الأشخاص، خصوصاً عند بعض الأطفال الذين يفضلون السكاكر لطعمه الحلو على المأكولات الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة لنموهم. وفي هذه المرحلة نسأل أنفسنا، إذن ماذا نأكل بعد الآن؟ قبل أن نقع في اليأس ونصاب بالإحباط، نتذكر أن الطبيعة قد أمنت لنا كل السكر الذي نحتاج إليه في الخضار والفاكهة، فضلاً عما توفره لنا هذه الأخيرة من ألياف وأغذية ضرورية لاستهلاك السكر، كما بقي الكثير من الخيارات أمامنا. وأخيراً، لكل مادة فوائد ومخاطر، ولكن السكر مخاطره أكبر من فوائده، فهو لا يحوي أي أملاح أو فيتامينات تبرر تحمل أضراره الكثيرة، لذا فكلما قلت كمية السكر المستخدمة كلما تحسنت الصحة. دمتم سالمين، ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.